ينضم إلينا مشاهدينا السيد رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. بداية نشاهد التداولات بشكل عام هي مستويات إيجابية، ولكن من حيث التداولات لا زالت طفيفة، برأيك ما هي الأسباب أستاذ رائد؟ يعني نحن ننظر إلى تداولات ضيقة جدا ومحدودة بنتيجة أنه في عنا موسم العطلات هو مسيطر على الأجواء، ومع اقتراب نهاية العام نلاحظ انخفاض في أحجام السيولة بشكل كبير يؤثر على أداء الأسواق وتميل الأسواق إلى إما التداولات الضيقة أو أحيانا التذبذب الآني اللحظي بنتيجة تدفقات سيولة محدودة ومؤقتة ثم الخروج. وبالتالي هذه الإيجابية يعني لا نلمسها بشكل كبير إن صح التعبير على الأسواق، لأنه نحن عم ننظر أولا أنه في عندي تحسن بعض الشيء لنظرة المستثمرين للأسواق على أنه أوميكرون ليس بضرر كبير، ولا تقوم الحكومات إجمالا بأي إجراءات من شأنها غلق الاقتصادات أو التأثير على أداء الاقتصادي بشكل عام، فأعطى نوع من الزخم الإيجابي لدى المستثمرين، ولكن المستثمرين لا يدخلون بشكل حاد مع نهاية التعاملات العام، وهذا معروف جدا، وإنما يتجهون إلى ملاذات آمنة. بالتالي ممكن أن نلحظ استفادة في بعض من السلع بارتفاعاتها وبعض الأسهم الانتقائية أو السهم النمو الدفاعية كذلك الأمر. رائد، طيب هذا بالنسبة للتحرك بشكل عام حول أداء المؤشرات، ولكن إذا نظرنا أيضا بالنسبة لأداء تحركات أو تحركات بشكل خاص تحركات النفط، نشاهدها ترتفع ولكن ضمن إطار ضيق، يعني كيف ترى المشهد خلال العام الجديد قبيل العام الجديد، خصوصا أن هناك محللين يرون أيضا هناك ضبابية بالنسبة لتحركات الأسعار خلال المرحلة المقبلة؟ يعني نحن بلا شك أنه في عندي ارتفاعات في أسعار السلع بمنشأها تضخمي وليس نمو أو زيادة في الطلب بشكل حقيقي. طبعا يوجد هناك توقعات إيجابية بالنمو الطلب في العام القادم، ولكن ما يضغط على النفط من أن يجعله متقدم بأسعار أعلى بكثير هو القلق من أوميكرون، من ارتفاع الحالات اللي احنا شاهدناها في تقرير بلومبرج اليوم، أنه زادت فعلا أعداد الحالات وبدأت تؤثر نوعا ما على الطلب، ويعني أو تنشأ منها مخاوف وقلق على الطلب. ولكن النفط حاليا بأسعار أعلى من ذلك سوف يهدد بمزيد من نوعا ما بمزيد من المعروض من المدافع. طيب رأيك باختصار وفي سؤالي الأخير، يعني الذهب يتجه في تداولاته نحو الصعود، برأيك إلى أي مستوى، وهل فعلا سيحافظ على هذا المستوى الصعودي؟ باختصار لو سمحت، أن يحافظ على مستويات أعلى من 1820 دولار للأونصة، وممكن أن تكون بداية الانخفاض هي مع العام القادم بشكل أكبر، لأنه كونه كملاذ آمن لم يعد هو يعني جذاب بشكل كبير، ويوجد فرص أكثر بالأصول ذات العائد المرتفع. نعم رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.